معنا لاعب سي اس حمزه المثلوثي، انتصار مهم اليوم بثلاثيه امام جماهيركم مع المدرب انيس الجربي اللي اعطاه روح جديده في البارتي هذه للسي اس. صحيح هذا الانتصار هذا اليوم ثلاثه شيء مش يعني ثلاثه يعني لعبنا يعني عن اقناع برتيك ما قروين معنا شيء هنا يعني ماتش كامل يعني سيطرة كاملة لنادي رادس فيرسي. الحمد لله كنا نجمو يعني مركب أكثر بونتوات ونجمو في خمسة ستة ثلاثة شيء ظالي تعطينا ثقة أكثر للأولاد والناس الكل والجروب الكل شن كامل نخدم القدام. مازالت الخدمة تستنى فينا، مازالش نتحسن أكثر، ومازال نادي رادس فيرسي باش يصنع أكثر لعب ويصنع أكثر فرص إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. لازم تقول على التلجية اليمين للسي اس اس اللي كانت في حركة كبيرة اليوم. صحيح ذلك سواء أنا ولا سواء مير ولا سواء مصعب ولا سواء الجهة اليمين ولا الكل يعني قمنا بالدور نتاعنا مش الجهة اليمين برك حتى الجهة اليسار كل لعبنا مليح ذلك هو واجب نتاعنا وإن شاء الله كما قلت لك القادم أفضل كاو.